with the laws of America. I tremble in Allah. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، ولرمضان فضائل والعمل الصالح فيه نعم العمل الصالح. فلنذكر أولا الاعتكاف في رمضان. والاعتكاف هو أن تحبس نفسك في بيت الله، في المسجد، في قريتك، في مدينتك، أن تحبس نفسك لله وتعبده بذكره وعبادته ليلا نهارا. هذا الاعتكاف أقل يوم ليلة، ولا يصح بنصف اليوم أو بنصف الليلة أو بليلة دون يوم أو يوم دون ليلة. لا بد وأن يكون يوم وليلة. وأكمله وأفضله العشر الأواخر من رمضان، إذ اعتكف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من 21 إلى نهاية رمضان. الاعتكاف حبس النفس في بيت ربي. نعم، يقدم له أكله وشربه، سحوره وإفطاره، نعم يأكل ويشرب، يخرج من الميضة يتوضأ ويعود، لكن ليس هناك كلام ولا بيع ولا شراء ولا سؤال ولا جواب، منقطع إلى الله تمام انقطاع. هذا الاعتكاف، اعتكاف يوم وليلة يكفر الله بملايين الذنوب والآثام. اعتكاف وأنتم عاكفون في المساجد الأول الكريمة. وكان المعتكفون في الزمن الأول بل عشرات في القرية الواحدة. هذا الاعتكاف من أفضل العبادات في رمضان، وهو انقطاع عن الدنيا والبيع والشراء والعمل والنكاح والجماع والضحك واللعب، وهو حبس النفس في بيت ربي، سواء كان مسجد كبير أو صغير، في قرية أو في المدينة. إن استطاع على الأقل 3 ليالي 3 أيام، وإن عجز يوم وليلة. وإن أراد أن يكمل الاعتكاف فعشرة أيام، العشر الأواخر من رمضان، إذ سن ذلك صلى الله عليه وسلم وشرعه الله له وقواه عليه وأقدره، فاعتكف 10 أيام في رمضان. من هذه الفضائل في رمضان العمرة لاعتمار، وهو زيارة في بيت الله الحرام للطواف به ثم السعي بين الصفا والمروة. هذه الزيارة لبيت الله في شهر رمضان تسمى عمرة. والرسول الكريم يقول عمرة في رمضان تعدل حج معي. من أجل هذه ما المؤمنين والمؤمنات يسارعون إلى العمرة في رمضان. عمرة في رمضان تعدل حجة معي، حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينك وبين 1421 عام، كأنما حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا من استطاع منا أن يتفوت عمرة في رمضان فليفعل. والاعتمار سنة مؤكدة، فضيلة من فضائل الأعمال، وكونها في رمضان أفضل بكثير من كثير. عمرة في رمضان
تعدل حجة معي، هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل والأعمال الصالحة في رمضان تلاوة كتاب الله عز وجل، الصدقات بالمال، إطعام المساكين وإشباعهم والفقراء. صدقة في رمضان تعدل الصدقة في غير رمضان. ذكر الله عز وجل بالأذكار الواردة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم والواردة في كتاب الله والإقبال على الله في رمضان من أفضل العبادات وأشرفها. الاعتناء والاعتكاف والصدقة، هذه ثلاثة ما ننساها، نعمل جهدنا على أن نقوم بها ونفوز بفضلها وأجرتها وأجرها. ثم للصيام فضائل أخرى، منها البدنية. الصيام من فوائد البدنية قبل الروحية أنه يخفف من ثقل الجسم. الجسم الثقيل باللحم والسمن يخفف الصيام. وفي هذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: صوموا، الصيام، الصيام. من يتم الحديث؟ الصيام. صوموا تصحوا، صوموا تصحوا. هذا أمر وإلا لا؟ ويبين العلة للصيام ما هي؟ صوموا تصحوا، وهذا يشمل رمضان وطول العام. والصالحون يصومون الاثنين والخميس من كل أسبوع، من كل أسبوع يصومون نصف شهر شعبان. من المؤمنين من يصوم يوما بعد يوم، وهذا نبي الله داود عليه السلام أخبرني عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنه كان يصوم يوما بعد يوم، وقال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. الصيام يعلمك الإحسان. لما تكون جائع، تعرف المسلم إذا كان جائع كيف يتألم، تعرف قيمة الجوع. لما تظمأ وتعطش، ترى حقيقة الظمأ والعطش في المؤمن إذا كان مؤمن أو كافر، إذا كان ظمأن أو عطشان، لأنك عرفت ما هو العطش ما هو الظمأ. يحملك الصيام على أن تحسن ولا تسيء، الإحسان العام وعدم الإساءة. رمضان شهر مبارك، والحمد لله أن جعلنا الله من أهله، الحمد لله أن وهبنا الله الإسلام وجعلنا مسلمين ورزقنا صيام رمضان والاعتمار فيه وفعل الخيرات والطاعات في أيامه ولياليه. هذا فضل الله علينا، نشكر تعالى على ذلك ونزيد شكره، وهو أهل الشكر. معشر المستمعين والمستمعات، نتهيأ لصيام رمضان ونحفظ أنفسنا من كلمة سوء، من نظرة محرمة، من ضحك أو ابتسامة لا تليق، ونقبل في صدق على طاعة الله، نمتنع عما منعنا الله عنه من الأكل والشرب والنكاح، ونمتنع عما حرم علينا من سائر المحرمات، فإن فعلها في رمضان أقبح وأسوأ من فعلها خارج رمضان. ودليل ذلك لما تقول كلمة سوء في المسجد هي أقبح منها لما تكون في الشارع أمام المسجد. كذلك عالم السوء في رمضان أقبح منه في غير رمضان. ونذكر قول ربنا عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه مسألة ثانية، المريض في جسمه
يعفى عنه فلا يصوم حتى يشفيه الله ويبع من مرضه. وإن كان مرضه دائم لا يفارقه يطعم عن كل يوم مسكينا، يعطي عن كل يوم كيلو رز أو ثمر أو دقيق لفقير من الفقراء مسكين المساكين، ويواصي ذلك حتى يتوفاه الله. أما إذا كان مرضه يزول بعد شهر عام فعليه فقط أن يصبر حتى يشفيه الله، ثم يصوم ما فاته من الصيام. وهدى لطيفة علمية إذا أفطر في رمضان وهو مريض، وصح في شعبان، وصح في رجب، في شوال، صح في القعدة في الحجة، يجب أن يصوم، ما يؤخر الصيام إلى العام المقبل. وإن أخره متعمدا تعين عليه أن يعطي أيضا مدا أو كيلو رز أو دقيق أو تمر عن كل يوم أخره إلى العام المقبل. هذه المسألة عند كثير من أهل العلم. المفروض أفطرت في رمضان لمرضك، زال المرض بعد شهر بعد شهرين، أقضي، لا تسكت وتؤخر حتى يدخل رمضان الثاني. وهذا أيضا يذكر به النساء الحيض، إذا حف يا مؤمنة وانتهى حيضك وانتهى رمضان فاقضي ذلك تلك الأيام في شوال، في القعدة، في الحجة، في المحرم، لا تتركيها متهاونة بها حتى يدخل رمضان الثاني. فإن فعلت فعليك إطعام مسكين عن كل يوم تقضينه وتطعمين هذا المسكين بكيل عز أو تمر أو دقيق. وكبير السن الذي أصبح لا يقوى على الصيام لكبر سنه فهذا أيضا يفطر ولا شيء عليه، ولكن يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكين حتى يتوفى الله ولو عاش رمضانات عديدة. أما المسافر فمعشر المستمعين والمستمعات، مما نستقبل به رمضان أن نحاول أن لا نسافر في رمضان. إذا عندنا تجارات أو أعمال تقتضي منا السفر نحاول أن نجتهد ونؤخرها، لكن إذا تعين السفر ولزم وسافرنا من استطاع أن يصوم فليصوم ولا يفطر، إلا إذا كان الصيام يضعف يقصر من جهده ما يصبح قادر على عمله في سفره، فهنا يتعين عليه أن يفطر ولا يصوم. وقد خرج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة إلى مكة في رمضان، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يعيب الصائم المفطر ولا المفطر يعيب الصائم. هذا المسافر ومن أفطر في رمضان وهو صائم يجب أن يقضي هذا الصوم كما قدمنا في نفس السنة، لا يؤخر إلى سنة أخرى، فيتعين عليه إطعام مسكين من أجل تخير رمضان من عام إلى عام. ما ينبغي. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، عدد الأيام التي أفطرتها تصومها في الشهر الذي بعد هذا، فعدة من أيام أخرى. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. كيف يطيقونه مع تعب ومرض وما يستطيعون؟ يطعمون مساكين. معشر المستمعين والمستمعات، هذه الكلمة حول رمضان المبارك، والله تعالى نسأل أن يجعلنا من صائمي رمضان هذا العام، ومن المعتمرين فيه، ومن المتصدقين فيه، ومن المحسنين فيه، ومن الذاكرين الشاكرين، ومن المستقيمين على منهج الحق. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.